زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بين المشركين وبين الكافرين وبين المسلمين، هي الصلاة، فمن تركها فقد كفر. محمد صلى الله عليه وسلم قال: إخواني، خلقنا ربنا لنعبده، خلقنا ربنا لنوحده، خلقنا ربنا لنقول إياك نعبد وإياك نستعين، لنقول إياك نعبد وإياك نستعين. كثير من الناس اليوم والله في غفلة، في ضلال، يحتاجون من أن يذكرهم أحداً بربهم، بخالقهم، برازقهم، برب البرية، برب البشرية، برب الناس أجمعين. لماذا خلقنا ربنا؟ لماذا بعثنا ربنا؟ لماذا أرسلنا ربنا؟ لنأكل ونشرب ونتمتع ونتكاثر بالأموال والأولاد وننسى ربنا؟ لا والله، ما خلقنا لهذا، بل خلقنا الله سبحانه وتعالى لنعبده ولا نشرك به شيئا، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. كيف يا رب نعبدك؟ بلا شرك، موحدين، مقرين بأن لنا رب، بأن لنا خالق، هو خالقنا، هو رازقنا، هو ربنا ورب آبائنا الأولون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعدين يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
أي لعلكم ترجعون إلى الله. قال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ينبغي على الإنسان أن يصاحب المصلين، أن يصاحب أئمة المساجد، أن يصاحب المؤمنين الذي آمنوا بربهم، بخالقهم، برازقهم، برب البرية، برب البشرية، برب الناس أجمعين، الذي آمنوا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا ونبيًا، الذي آمنوا بالقرآن، وعملوا بالقرآن، وفهموا القرآن، وتدبروا القرآن، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمرهم القرآن، يدخلون الجنة بسلام. إخواني، الصلاة ديننا، الصلاة قدوتنا، الصلاة طريقنا إلى الجنة، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني ليس بالكلام، والله أنا بحب الرسول، أنا بحب الرسول. لما تسأل واحد تقول له بتحب الرسول، بيقول لك فداك أبي وأمي يا رسول الله. إيش طبعاً بحبه. طيب صلي، لا، وبيقول لك وأنا يعني أنا مشغول وما بعرف إيش. المحبة بالإطاعة، يعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد إلا بما شرع. يعني أنا بحب الرسول ما بي في هذا، لأنه المحبة لابد أن يطيعه في أوامره وفي أفعاله كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. في قول العلماء أن يقول والله الما بصلي كافر. كيف؟ يعني العلماء قائلين يعني هيك يعني من عقله؟ لا والله، مثل الله عم يقول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. في علماء عم يقولوا قصة الما بصلي كافر، وفي ناس عم يقول لا ما بيكفر هذا. ليش؟ لأنه هذا ما عم يصلي ما عم ينكر الصلاة. لو رحت مثلا احمد محمد مصطفى عم تقول له ليش ما عم يصلي؟ يعني لو بقول لك وانا يعني شغل وما بعرف ايش، يعني عم يجيب لك حجج، يعني عم يشوف هذا ما عم يذكر. الائمه العلماء الكبار عم يقول اذا الواحد ما عم يذكر الصلاه هذا ما كافر، ولكن ايش؟ اجرم واحد عند الله. اذا ربي سبحانه وتعالى ما غفر له يوم القيامه ايش بصير؟ والله هيك اذا فكرنا مين ما بيصلي؟ الكفار ما بيصلوا. طبعا بين المسلم والكافر ايش في؟ الصلاه بس. فرق الصلاة، شوف الآن المسلمين والكفار عين لبس عين. مثلا لما يجي دوغم günü، يلبشي، سيفجيلر günü، أنلر günü، بابالر günü، تيزلر günü، المسلم والكافر كلهم إلا من رحم الله. اللهم رحمة أتي إيصالر مستثنى ندر أنجح ما عاد يعملوا. ولا كل مثلا عم يصلي بالجمع خمس أوقات، لما يجي دوغم günü عم يحط موم هيك وهيك، عم يقول مطليلر قزم. ايش مطليلر؟ انت كما امرك ربك واخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم اذ انتسل ياو، انت عم توحد الله بالربوبيه وبالالوهيه وفي الاسماء والصفات، كيف بتسوي هيك؟ وننظر محمد صلى الله عليه وسلم عم يقول: لتتبعن اهل الكتاب شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا بجرب الضب لدخلتم وراهم ديور. شو بتشول كرتين كلب الى ضب عم يصير، اللي بيروح السعوديه هذا بيشوفه ضب هيك تشول ده يشار. حتى ديور كي مسلمانلار اوديليه جيرسلر بلا سيز اوريا جيريكسيز. بونو ني انلاك سيور، يعني انتم سوف تتبعوا النصارى واليهود محمد صلى الله عليه، يعني يحذرنا صلى الله عليه وسلم من هذه الافعال. نعم. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى.